مساء الخير. فوائد النباتات ما بتخلص عدا انها بتمتص ثاني اكسيد الكربون المضر كتير بالصحه والبيئه، بتعطينا الاكسجين اللي بنتنفسه. النباتات النفضيه يعني اللي بتغير لونها وبتتساقط ورقها مثل الحور والدلب وغيرها، بتمتص 70% من المواد المضره الموجوده بمواد البناء والسيارات اللي بتؤدي لالتهابات الرويه وضيق التنفس. هيدي الثروه ما بتتمن، كرمال هيك لازم نحافظ عليها ونمنع اذيتها او قطعها. بالعوده لطقسنا، الاجواء الصيفيه والرطبه مسيطره على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. الرطوبه والغيم وقله الشمس اللي عم بتميز طقسنا بهالايام عم بيسببوا بعض التلف بالمزروعات الجبليه اللي بتحتاج لشمس قويه، مشكله عم بيعاني منها كثير من المزارعين. اما بالنسبه للرطوبه عاليه عم تتخطى 80% على السواحل، الهواء خفيف، رؤيه جيده، البحر معتدل ارتفاع الموج وحراره مياهه 29 درجه. مننبهكم لخطر أشعة الشمس وخطر الحرائق اللي بيرتفعوا طيلة فترة الصيف. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل على الساحل 23 درجة وبقاء نسبة رطوبة عالية وضباب فوق الجبال. لبكرة طقسنا قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة اللي رح تتراوح ببيروت بين 23 و 32 فوق الجبال بين 20 و 27، بالأرز بين 13 و 22، بالبقع بين 17 و 32، وبالجنوب بين 23 و 31 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منروح سوا إلى عكار تحديداً حيث عم بتسجل درجات الحرارة 18، طرابلس 27، جبال 27، برمانة 26، بيروت 28 درجة، صيدا 27، صور 27 درجة، مننتقل إلى نبطية 23، راشية 23 درجة، زحلق 25، بعلبك 25، والهرمل 28. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و 80%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ لليلة 23 أقصاها 32، الجمعة بتتراوح بين 23 و 32، والسبت بترتفع وبتوصل ل 33 درجة خلال النهار. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق العربية والعالمية. الكويت 40، بغداد 36، والقدس 24، صنعاء 20، رباط 23، جزائر 30، وتونس 29، باريس عم بتسجل 27. وهيدا كان كل شي. باي.